رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقوى. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها. رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه.